بسم الله الرحمن الرحيم. تكملة المحاضرة، الطريقة اللي راح ناخذها هنا هي طريقة حسابية مفصلة exhaustive enumeration. عندي مثلا خمس مدن، راح اشوف بالمثال الجاي اخذ الجولات خمسة، انطلق بكل جولة من مدينة معينة واشوف لوين توصلني، بعدين اختار من بيناتهم اقصر جولة هي تكون الحل الامثل. الخطوات مالتنا، خلنا نفرض بدينا بمدينة الفا، أبغى على السطر مال مدينة الفا، يا هي أقصر مسافة أقف على العمود مالتها أبغى يا مدينة شنو رقمها اللي فوق بيتها، أروح للمدينة بيتها، أقف على السطر مالتها الصف مالتها همينة، نفس الشي هم أخذ أقصر مسافة وأشوف بالعمود مكتوب يا مدينة أروح للصف مال هاي المدينة، وهكذا إلى أن تخلص الجولة. بس بشرط شنو؟ من امشي بالتسلسل ما باوع لي ورا وارجع على نفس المدن اللي تعديت من عندها، المدينه اللي انطلقت من عندها والمدن اللي اتعدى عليها ما ارجع لهن، اروح دائما اخذ المسافات للمدن اللي اني ما مر بيهن واقفل بالنهايه للمدينه اللي انطلقت من عندها. مثال نريد هنا فد عندنا باع كتب تجول بغداد يريد يوصل الزبائن عنده بأربع محافظات، كوفة، بصرة، موصل وكربلة، يريد يوصل لهم الكتب مرة بالشهر. أجا الجدول بهالشكل هذا، الجدول متناظر سيمتريك. لازم أريد هنا المطلوب من عندي ألقي كل الجولات التورت، كل الرحلات اللي راح نسويها ونختار من بيناتهن، أو العفو اللي تنطيني الحل الأمثل، لأنه احتمال تطلع لي أكثر من واحدة تنطي حل أمثل. راح اجي هنا انا اسوي لكم التور الاول. خلنا نفرض راح نبدي، شوف نبدي بهن واحده واحده، فانا راح اعتيادي ابدي مدينه بغداد، السيتي اولى هي بغداد، باوعد على السطر مالتها عندي هنا 120 هو اصغر رقم، ايش مكتوب بالعمود؟ مكتوب كوفه، اذا وين اروح؟ اروح للكوفه. شوفوا التسلسل، تكتبون واحد، وين رحنا للكوفه؟ تكتبون اثنين وتجرون سهم تكتبون، باوع على كوفة هنا. أنا انطلقت من بغداد من واحد فما أرجع للواحد، أنا بالثنين واقفة، فإذني ما باوع عليهن أباوع على الأرقام هاي الثلاثة، أصغر رقم بينهن شنو؟ ثمانية، العفو 80، 80 وين؟ بالبصرة، أروح للبصرة، لا هنا هي هاي هسه أنا بثلاثة فما أمر لا بواحد ولا بثنين ومالي دخل بالثلاثة اللي أنا واقفة بيها، فهنا هسه بالبصرة لأن الثلاثة الأولى مالي دخل بهن، آخر رقمين. لا الأصغر هو الموصل، فأروح باوع اللي فوق شنو؟ الموصل، وباوع هنا وين الموصل؟ يا صف، هذا صف الموصل، هسه أكتب هنا أربعاني بالموصل، ما أمر بذني الثلاثة اللي قبلها، فوين أروح؟ عندي بقت بس الخمسة، إذا أختار الخمسة، هسه أنا يا مدينة كربلة، أروح الكربلة، مدام وصلت هنا شوف كتبت كربلة خمسة، أنا كل المدن انكتبت، فلازم أقفل، وين أقفل؟ أقفل أول مدينة. فأختار رقمها، أنا بدي أرجع لبغداد، أحسب الأرقام اللي اختاريتهن، تطلع لي 760، هذا أول تور، التور الثاني راح يكون عندي هياته، راح أبدي بالكوفة، انطلقت من الكوفة السطر مالتها 80، أروح للبصرة، رحلة الثلاثة البصرة، أنا بديت باثنين فما مر باثنين. وكتبت هيات اثنين وهسه أنا بالبصرة، فلا اثنين هياتني، لا أباوع على اثنين ولا أباوع على البصرة، عندي هاي بغداد وموصل وكربلة، فأختار الموصل، الموصل مدينة رقم أربعة، أجي على الموصل، ما أروح على ذني كلهن اثنين وثلاثة ولا انطلقت من عندها، أروح أختار البقية، فاختاريت مدينة واحد هو الرقم أقل شيء. فبالرقم هنا هذا 150 يرجعني وين؟ يرجعني المدينة واحد، مدينة واحد أختار كربلة اللي هي رقم خمسة العفو، أروح الرقم خمسة دني كلهن هياتهن، شوف أنا سب خمسة فما أمر على دني، لازم أقفل، أقفل وين؟ أقفل بالكوفة، تسلسل مالتي مضبوط، أحسب المدن يطلع لي 730 اللي هو أقل من ذاك، واللي هو هنا راح يطلع عندنا الحل الأمثل. شوفوا هذا طلع لي الحل الأمثل، طلع عندي هنا تورين هي 300 730 إن حل أمثل.